مفتوحة بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد أن أظهرت جميع الفحوصات الطبية والتي أجريت له بأن حالته الصحية جيدة. وقد قام المواطنون بإطلاق مختلف الألعاب والأعيرة النارية في سماء الوطن تعبيرا عن مدى فرحتهم وابتهاجهم بسلامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله، ومعبرين كذلك عن حبهم له ووفاء وعرفانا منهم بما حقق للوطن من منجزات عظيمة في مختلف المجالات. Thank you.